ما الفرق بين القطبين الجنوبي والشمالي؟ قد لا يعرف أو حتى يفرق أغلبنا بين هذين المكانين المليئين بالجليد والثلوج. فالقطب الجنوبي هو الجزء الموجود عند طرف المحور للكرة الأرضية الجنوبي، ويقع القطب الجنوبي تحديداً في القارة القطبية الجنوبية، أي إنه قارة. وعلى الرغم من أن ارتفاع الأرض في القطب الجنوبي لا تزيد عن 100 متر فوق سطح الأرض، إلا أن القطب الجنوبي يمتلك غطاء جليدياً يبلغ سمكه ما يقارب 2700 متر، وهذا ما يجعله شديد البرودة. القطب الشمالي هو الجزء الموجود عند طرف محور الكرة الأرضية الشمالي، ويقع القطب الشمالي على بعد 725 كيلومتراً شمالي غرينلاند، في الوسط من المحيط المتجمد الشمالي، وفي معظم الأحيان يكون القطب الشمالي مغطى بالجليد البحري. الفرق بينهما، بالإضافة لموقع كل منهما، يوجد فروقات كبيرة بين القطبين الجنوبي والشمالي، مثل درجة الحرارة. في القطب الشمالي تكون أعلى بمقدار درجتين من درجة الحرارة في القطب الجنوبي، حيث تبلغ متوسط درجة الحرارة في القطب الشمالي هو ناقص 34 درجة مئوية، بينما متوسط درجات الحرارة في القطب الجنوبي هو ناقص 49 حتى ناقص 94 درجة مئوية حسب القياسات المأخوذة من الفضاء، لكن في المتوسط هو ناقص 63 درجة مئوية. القطب الشمالي عبارة عن محيط متجمد تحيط به اليابسة، بينما القطب الجنوبي هو عبارة عن يابسة أو قارة تحيط بها المحيطات. نسبة الجليد في القطب الجنوبي أعلى من 90% من الجليد في العالم، بينما القطب الشمالي يحتوي على طبقة رقيقة من الجليد وأكثر حساسية للتغيرات المناخية. لا يصلح العيش في القطب الجنوبي لكونه مكانا منعزلا، وجميع المناطق التي تقع به لا يمكن تحمل درجة الحرارة المنخفضة بها والعيش، بينما الدول الواقعة في محيط القطب الشمالي صالحة للسكن، وذلك مثل كندا وروسيا والنرويج. يتمتع القطب الشمالي بدورة انصهار عالية، حيث يذوب نصف كتلة الجليد به خلال فصل الصيف، ويعود للتراكم من جديد خلال فصل الشتاء. وفي القطب الجنوبي يذوب الثلج بمعدل أقل بكثير. تأتي الجبال الجليدية في القطب الشمالي بشكل غطاء جليدي يتدفق إلى البحر، ويكون شكله غير منتظم وحجمه متوسط، في حين تم العثور على أعلى جبل جليدي في القطب الجنوبي، والتي تكون جبالها جبال جليدية من المياه العذبة المتجمدة. الشمس لا تشرق في القطب الجنوبي غير مرة واحدة في العام في شهر سبتمبر، وتغيب الشمس في مارس، بينما يحصل القطب الشمالي على 6 أشهر من الضوء و6 أشهر من الظلام خلال السنة.